السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان من الرافدين. كيف نشأت الدولة العثمانية وما سبب اهتمام العثمانيين باللغة العربية؟ وما المقررات التي كانت تدرس في المدارس العثمانية؟ من أبرز العلماء وما أبرز المصنفات في اللغة والأدب في عهد الدولة العثمانية؟ سنناقش إذن ذلك في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في تركيا وبلاد المشرق الإسلامي الجزء السابع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في تركيا وبلاد المشرق الإسلامي الجزء السابع. نرحب بدءاً مشاهدينا الكرام بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وإياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول الدكتور محمود بن راس، عضو هيئة التدريس بجامعة جيرسون التركية. مرحبا بكم، حياكم الله دكتور محمود. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. سيكون أيضا معنا مشاهدينا الكرام لاحقا عبر سكايب من مدينة ريزا تركيا الأستاذ دكتور إلياس كارسلي، أستاذ اللغة العربية بجامعة رجب طيب أردوغان. ونبدأ منكم أستاذنا دكتور حمدي، حدثنا بدءا متفضلا عن الدولة العثمانية وعن الدستور الذي سار عليه العثمانيون قرونا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين وبعد. حقيقة الدولة العثمانية كانت أو التي تنتسب إلى عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان، تنتسب إلى قبيلة تركية كانت تعيش في كردستان وكانت تعيش على أمور الرعي. ثم من جراء الغزو المغولي الذي اجتاح آسيا الصغرى واجتاح بلاد العراق إلى أن وصل إلى العراق وبلاد العالم الإسلامي، يعني هذا القبيل عفوا دكتور كانت في كردستان، كانت في العراق يعني تقريبا في الحدود العراقية التركية. نعم كان نعم يعني كانت كل هذه الأمور تقريبا مترابطة. نعم مترابطة. نعم طيب ثم بعد ذلك أخذ قبيلته وانتقل إلى أخلاط أو خلاط في أرمينيا، في وسط أرمينيا، قصبة في وسط أرمينيا الآن. نعم. بعد ذلك بعدما توفي سليمان خلفه ابنه أرطغرل، هذا الذي أخذ قبيلته واتجه ناحية الأناضول ناحية الغرب. وفي الطريق وكانت قبيلته صغيرة 100 أسرة و400 فارس، وفي على مرتفع من المرتفعات من الأمور الجبلية شاهد جيشين يتقاتلان، ورأى جيشا من الجيشين منهزم. فهذا الجيش المنهزم طبعا بعقلية المحارب وصفات المحاربين نزل هو ومن معه لنصرة هذا الجيش المنهزم، وأخذوا يقتلون ويذبحون في الجيش الآخر إلى أن تم النصر لهذا الجيش الذي كان سينهزم. وانهزم الجيش الذي كان سينتصر. بعد ذلك عرف بأنه وقف بجوار علاء الدين سلطان السلاجقة في قونيا في ذاك الزمان. فما جزاء ذلك يعني؟ فجزاؤه أنه أقطعه قطعة من الأرض وأغدق عليه من الأموال وصار مقربا منه هو وقبيلته، وكان في الجيش أرطغرل مع قبيلته كانت في مقدمة جيش السلطان، وكلما فتح شيئا أعطاه أرضا وأموالا، وصارت العلاقة وطيدة حتى بعدما توفي أرطغرل وصار عثمان هو الذي اختير ليكون خليفة له، صارت نفس العلاقات ونفس الطريقة إلى أن قيض الله لهذه الدولة أن تكون دولة بعد ذلك. وهذه الدولة منذ أن كونها عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان شاه وضعوا دستورا، هذا الدستور يستمد أموره من الأمور الشرعية الرائعة الرائقة
العالية. الدستور يعني مجموعة قوانين تعهدوا عليها يعني. نعم، قوانين شرعية، نظام أخلاقية شرعية، ليست بالمواد كذا. وهذه تأتي من وصيته، يعني يقول لابنه في وهو على فراش الموت: يا بني، إن نشر الإسلام في الأرض هو واجب الملوك على الأرض، فاعمل على نشر دين الله حيثما استطعت. يا بني اجعل كلمة الدين فوق كل كلام، وإياك أن تغفل عن أي أمر من أمور الدين، وأبعد عنك الذين لا يهتمون بأمر الدين، وإياك أن تجري وراء البدع المنكرة. يا بني قرب منك العلماء، وهذا أمر مهم جدا، لأنه كان يحيط به العلماء، وكلما ألمت به ضائقة أو شيء يستشير العلماء. لذا بهذه الطريقة استمرت الدولة زمنا طويلا. وارفع من شأنهم فإنهم ذخيرة الأمة في الملمات. يعني هذه الوصية استمرت، يعني هناك وصايا أخرى، وصايا يعني محمد الفاتح على نفس الطريقة، نفس المنهاج، المنهاج ونفس الأمور. ولذا بالفعل ما شاء الله استمرت طوال هذه السنين، استمروا على عليها. وعندما تركوا هذه الوصايا أو هذا الدستور الشرعي في نهاية الدولة، حدث ما حدث للدولة العثمانية. الرجل المريض. نعم. إذن من هنا دكتور محمود بن راس نجدد الترحيب بك مرة أخرى بعد هذا التمهيد والاستهلاء الطيب من أستاذنا الدكتور حمدي. حدثنا عن الفروق التي ميزت الحياة الثقافية بين الأتراك السلاجقة الذين تحدثنا عنهم من قبل في حلقات سابقة، وبين العثمانيين حديثنا اليوم. نعم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وبالمشاهد الكريم. بصراحة هو إذا أردنا أن نقوم ببعض المقارنات فيما يتعلق بالفرق بين الدولة السلجوقية أو والعثمانية، أو حتى الفرق بين الدولة السلجوقية والدولة العباسية من قبلها، هو قياس لا ينضبط بشكل جيد، باعتبار أن الفترة الزمنية التي حكم فيها السلاجقة أقل بكثير مما من الفترة الزمنية التي حكم فيها العباسيون أو العثمانيون، إضافة إلى الرقعة الجغرافية ومعطيات أخرى. لكن ما يمكننا أن نقوله هو أن فترة الحكم السلجوقي يمكن اعتبارها فترة انتقالية للحكم الإسلامي من المنطقة العربية أو من العنصر العربي إلى العنصر غير العربي. هذه المرحلة الانتقالية تميزت ببعض القضايا، أهمها أن العنصر غير العربي تهيئ في هذه الفترة لكي يستلم الحكم يعني بعد ذلك. الدولة السلجوقية باعتبار أنها كانت امتداداً للدولة العباسية، عملت على تأمين هذا المجتمع الجديد إن صح التعبير، أو هذه الدولة الجديدة عسكرياً وثقافياً. لذلك عملوا على تقوية الدولة من الناحية العسكرية، حتى أنهم أسسوا جيشاً قوياً كان هو السيف الذي يضرب به الحكماء أو السلاطين العباسيين. من الناحية الثقافية عملوا على نشر المدارس لكي يستطيع هذا العنصر الجديد اللي هو الفارسي أو التركي أو الرومي غير العربي بصفة عامة لكي يندمج في هذه الدولة بشكل سهل. لذلك ما نلاحظه في البداية هو أن الحركة العلمية عند السلاجقة كانت أقوى مما كانت عليه عند العثمانيين بسبب هذه الاعتبارات السابقة. الأمر الآخر هو أن العثمانيين لما استلموا الحكم استلموا دولة لا نقول عنها جاهزة، ولكنهم تدربوا للحكم قبل أن يستلموه، وهذه التجربة كانت لدى أبناء عمومتهم إن صح التعبير السلاجقة الأتراك مثلهم. لذلك العثمانيون توجهوا إلى توسيع الرقعة الإسلامية أو توسيع رقعة حكمهم. هذا شئنا أم أبينا جنى على الجانب الثقافي، وإن كانت كلمة الجناية فيها مدلول كبير، مدلولات كبيرة، ولكن الجانب العسكري كان طاغيا على الجوانب الثقافية. فيما بعد لما تطور نظام تأسيس المدارس في الدولة العثمانية، العثمانيون لم يستقطبوا العلماء من مختلف
أقطار الأراضي الإسلامية مثل ما فعل السلاجقة، بل أكثر ما اعتمدوا على العنصر المحلي لأنه كان موجودا عندهم. العلماء الذين تكونوا في كنف الدولة العباسية وفي كنف الدولة السلجوقية فيما بعد استفاد منهم في تلك الأراضي، في تلك المناطق استفاد منهم العثمانيون. يعني بكلمة مختصرة، كيف كان التأليف الثقافي لنقول بين الدولتين في السلاجقة؟ بكلمة مختصرة، نعم، السلاجقة عاشوا نهضة معرفية لا مثيل لها، تميز التأليف فيها بالأصالة وبالجدة. العثمانيون دخلوا في مرحلة اهتموا بالجوانب العسكرية والسياسية، لذلك غلب على التأليف التكرار والشرح والتعليق، الشروق والحواشي كثيرة. بالضبط، نعم، بالضبط. هكذا، نعم. إذن من هنا دكتور حمدي، حدثنا متفضلا عن سبب اهتمام العثمانيين كما ذكرنا باللغة العربية، وعن المقررات التي كانت تدرس في المدارس العثمانية باختصار. اللغة العربية بالنسبة للدولة العثمانية نستطيع أن نقول مرت بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي لغة دين وعقيدة، وهذا من قبل تكوين الدولة، منذ أن أسلموا واتخذوا اللغة العربية لغة دين وعقيدة لأنها لغة القرآن الكريم، وكانوا يحفظون القرآن الكريم من أجل الصلاة والعبادات المختلفة. ثم انتقلت إلى أن تكون لغة ثقافة وتعليم، أن صارت اللغة العربية واللغة التركية واللغة الفارسية في أمور التعليم اللغة الثلاث، وكانت اللغة العربية متسيدة في هذا الأمر خاصة في تعليم العلوم الشرعية. ثم صارت بعد ذلك هوية الأمة ولغة حضارية وتمثل الهوية القومية للأتراك جميعا مع هويتهم الأصلية التركية. نعم. أما بالنسبة للمقررات، نعلم بأن أول مدرسة أنشئت في الدولة العثمانية كانت في عهد أرخان ابن عثمان، حيث خرجت كانت المدرسة في الأول في المسجد، ثم أنشئت مدرسة في مدينة إزميد. نعم، أرخان ابن عثمان، نعم، في سنة 28 و700 من الهجرة. نعم، فتحوا فيها أول مدرسة في تاريخ الدولة العثمانية قبل أن تكون دولة، وهذه المدرسة هي مدرسة إزميد، وكان أول مدرس بها هو داود القيصري. ثم المقررات كانت مقررات رائعة، يعني في التفسير الكشاف للزمخشري، وتفسير البيضاوي، الحديث، الكتب الستة، ومصابيح السنة للبغوي، الفقه، كانوا يدرسون الهداية المرغناني، والوقاية لبرهان الشريعة، والعناية في شرح الوقاية، ومختصر القدوري إلى آخره، أصول الفقه، التلويح للتفتزاني، منار الأنوار للنسفي، المغني لجلال الدين عمر، مختصر ابن الحاجب، العقائد، كتاب القاضي الإيجي، كتاب النسفي والطحاوي، علم الكلام، تجريد الكلام للطوسي، طوالع الأنوار للبيضاوي، والمواقف للإيجي، البلاغة، مفتاح العلوم للسكاكي، وتلخيص المفتاح في المعاني والبيان للقزويني، المنطق، كتاب الإساغوجي والشمسية والغزة في المنطق للشريفي نور الدين محمد الجرجاني. يعني منهج شامل متكامل. يعني نعم، والفلك أيضا، كتاب الملخص لمحمود بن محمد الجغميني. نعم. اللغة العربية مادة مستقلة، يقصدون هنا النحو والصرف، لأنه يهتمون بالقواعد كثيرا. الصرف يدرس فيه كتاب أساس التصريف لشمس الدين الفناري، والشافية لابن الحاجب، والعزي للشيخ عز الدين أبي الفضائل الزنجاني، وكتاب المقصود ينسب إلى الإمام أبي حنيفة لكن في النسب فيه شيء. صحيح. نعم، وكتاب مراحل الأرواح لأحمد بن علي بن مسعود، النحو ألفية بن مالك، العوامل للشيخ عبد القاهر الجرجاني، الكافية في النحو لابن الحاجب، شذور الذهب لابن هشام، قطر الندى وبل الصدر لابن هشام، مغني اللبيب لابن هشام، كتاب نعم ما شاء الله في النحو. نعم. الترتيب المدارس أيضا، نعم، كان ترتيبا تبعا للكتب التي تدرس. يعني مثلا حاشية التجريد رقم واحد، المفتاح رقم اثنين، التلويح رقم ثلاثة هكذا مثلا. نعم. نعم. إذن من هنا دكتور محمود، ولو تفضلتم باختصار، يعني حدثنا عن تعليم اللغة العربية وعن المدارس استكمالا في عصر العثماني، استكمالا لما ذكره الدكتور حمدي. نعم، شكرا جزيلا أستاذ المحترم. عطفا على ما ذكره أستاذنا حمدي، طبعا ذكرنا أن بداية المدارس العثمانية كانت امتدادا للمدارس السلجوقية، لذلك فيما يتعلق بالمناهج وبطريقة التنظيم كانت مشابهة تماما
لما هو موجود في العصر السلجوقي. المؤرخون العثمانيون أو المؤرخون المسلمون بصفة عامة يؤشرون إلى نقطة فارقة في تاريخ الدولة العثمانية، خاصة من الناحية الثقافية، هو فتح القسطنطينية أو يعني تولي السلطان محمد الفاتح للحكم، حيث تغيرت كثير من الأمور ليس على الصعيد السياسي فقط بل حتى على الصعيد الثقافي، حيث ظهرت في هذه الفترة ما يسمى بمدارس الفاتح، كانت شبيهة تماما لما عرف في العصر السلجوقي بالمدارس النظامية، حيث أن السلطان محمد الفاتح المدارس التي أسست في زمنه كانت هناك مدرسة أم ولديها الكثير من الفروع التي تعتمد نفس المنهج، خاصة على الأقل هذه المدارس. طبعا هذه المدارس كان العنصر الأساسي فيها هو تعليم اللغة العربية، خاصة لغير الذي لا يتقنها يأخذها كسنة تحضيرية تماما مثل ما تقوم به المدارس اليوم. إضافة إلى ذلك في هذه المرحلة ظهر نوع جديد من المدارس وهو المدارس المتخصصة، المدارس التي كان يدرس فيها أبناء النخبة الحاكمة في الدولة العثمانية، بالضبط أبناء النخبة الحاكمة بصفة خاصة في الدولة العثمانية يتدربون عسكريا وسياسيا إضافة إلى التكوين العلمي. هذه المدارس كانت خاصة بهم، يعني هذه المدارس بصفة خاصة كذلك كان العنصر عنصر تعليم اللغة العربية فيها كان عنصرا أساسيا. لذلك نجد كثير من السلاطين العثمانيين يتقنون اللغة العربية بشكل جيد. بالنسبة للمناهج بشكل مختصر مثل ما ذكر أستاذنا حمدي قبل قليل، كانت المصنفات العربية في البلاغة وفي المعجم وفي النحو والصرف التي نعرفها جميعا كانت مقررة في هذه المدارس. بعد هذه الفترة ظهرت مصنفات جديدة اعتمدت في هذه المدارس، يمكن أن نأتي عليها فيما يلي إن شاء الله. دكتور حمدي، باختصار قبل فاصل ديوان عرب حدثنا متفضلا عن الإمام الجرجاني وكتابه التعريفات. ليس عبد القاهر طبعا، شريف. هو السيد علي ابن محمد ابن علي الحسيني الجرجاني الحنفي، ويعرف بالسيد الشريف، وهو من أولاد محمد بن زيد الداعي، بينه وبينه 13 أبا، عالم الشرق وعلامة دهره، بحر العلوم وواحة الفنون. ولد بمدينة جرجان سنة 470 من الهجرة، شاب محبا للعلم وتعلم على كبار علماء عصره، وإلى أن بلغ شأوا كبيرا من العلم توفي سنة 610 من الهجرة، وله مصنفات بشيراز، وقيل سنة 410، له مصنفات كثيرة وإن كان الغالب عليها الحواشي والشروح، لكن منها التعريفات، ومنها ألفية في المعمى والألغاز، تحقيق الكليات من قبيل التعريفات، تعليقة على عوارف المعارف، تقسيم العلوم، لكن الحواشي كثيرة جدا على كتب مختلفة. ويعني جمعت له أكثر من 66 كتابا ورسالة، وشرح الهداية المرغناني في الفقه، وشرح الوقاية، شرح المواقف العضدية في الكلام للإيجي، يعني مصنفاته كثيرة كثيرة، ولكن التعريفات هو الأبرز. التعريفات هو الأبرز وهو المعروف به، مع شرح مفتاح العلوم الاثنان. لكن المشهور كثيرا عند جمهور المتخصصين كتاب التعريفات، لأنه كتاب معجم في المصطلحات المختلفة، يعني معجم في المصطلحات العلمية سواء النحو أو الصرف أو البلاغة أو المنطق أو الفقه أو الأصول أو كذا، يعني في علوم شتى. ورتبه ترتيبا هجائيا تبعا للحرف الأول والثاني فقط، ولم مع عدم التجريد. طبعا هذا الأمر أدى إلى تقسيم المادة الواحدة أو الشيء، يعني مثلا التصريف في باب التاء، الصرف في باب الصاد، الإبدال في باب الهمزة، البدل في باب الباء،
الإسناد في الهمزة، المسند في الميم، الإضمار في الهمزة، الضمير في الضاد، يعني بتجريد الأحرف الزيادة. نعم، لو جرد الكلمة الأحرف الزيادة كانت المادة ككل صحيح. وصارت في مكان واحد. نعم، اعتمد الإيجاز في تعريفاته إلى آخره من الأمور المختلفة التي يعرفها، لكنه جمع في كتابه حوالي 1920 مصطلحا. نعم. للفقهاء والمتكلمين والنحاة والصرفين وعلماء التفسير وغيرهم. إذن فلنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر صفي الدين الحلي أمير الصور البديعية. صفي الدين الحلي أمير الصور البديعية. هو أبو المحاسن عبد العزيز الطائي، ولد ونشأ في الحلة بين الكوفة وبغداد التي توفي فيها. عاش في الحقبة التي تلت دخول المغول بغداد وتدميرهم الخلافة العباسية. هو مغرم بتصنيع الشعر وتضمينه المحسنات البديعية، وكان يتجه إلى الجناس أكثر من غيره ومعارضة الشعراء ولا سيما المتنبي. قال في أشهر قصائده: سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا، وسائل العرب والأتراك ما فعلت في أرض قبر عبيد الله أيدينا، لما سعينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا، يا يوم وقعة زوراء العراق وقد دن الأعادي كما كانوا يدينونا، قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة، يوما وإن حكموا كانوا موازينا، إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمينا، إن الزرازير لما قام قائمها توهمت أنها صارت شواهينا، إننا قوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صنائعنا سود وقائعنا، خضر مرابعنا حمر مواضينا، لا يظهر العجز منا دون نيل منن، ولو رأينا المنايا في أمانينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: اللغة العربية في تركيا وبلاد المشرق الإسلامي، الجزء السابع. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من مدينة ريزا التركية، الأستاذ دكتور إلياس كارسلي، أستاذ اللغة العربية بجامعة رجب طيب أردوغان. حياكم الله ومرحبا بكم دكتور إلياس في هذه المشاركة، وأحدثنا متفضلا عن المعجمية والمعاجم في الدولة العثمانية. هناك مشكلة في الصوت، إذن نحاول إصلاحها بعد قليل. طيب، حتى يتم هذا الإصلاح دكتور محمود، حدثنا إذن عن العالم شمس الدين الفناري الرومي، يعني من يكون هذا العالم، ما قيمته المعرفية؟ أستاذي المحترم، ملا فناري أو محمد بن حمزة الملا فناري هو عالم من أشهر الأعلام المشهورين عند الأتراك، خاصة في الحقل المعرفي، وله يعني جامع ومزاره مشهور في تركيا. هو عالم حنفي وقاض من أشهر قضاة الدولة العثمانية، عاش ما بين القرن الثامن والتاسع الهجريين. الملا فناري طبعا هو درس في بورصة في ذلك الزمن كانت هي عاصمة الدولة العثمانية، درس في المدارس التي تحدثنا عنها من قبل التي أسسها أورهان غازي. الملا فناري اشتهر بكتاب له هو شرح لكتاب الملخص،
أو شرح لملخص كتاب المفتاح للسكاكي. لذلك هذا الكتاب يقرر في المدارس العثمانية، لذلك اشتهر الملا فناري بكتابه هذا. وعندما يطلق في الحقول العلمية أو المعرفية الملا فناري، يعني يدرس الملا فناري عند الأتراك، يقصدون شرحه على تلخيص كتاب المفتاح للسكاكي. الملا فناري لديه قصة طريفة يعرفها العام والخاص هنا في تركيا، هي قصته مع يلدرم بايزيد أو ما يسمى ببايزيد الساعقة، السلطان العثماني الذي كان واحد من أقوى السلاطين العثمانيين وأعتاهم إن صحت العبارة. حيث أن الملا فناري لما كان قاضيا استدعى الأمر أن يحضر السلطان بايزيد يلدرم بايزيد وهو السلطان وهو الخليفة لكي يشهد في إحدى القضايا، فنظر إليه الملا فناري بصفته القاضي نظرة حادة وقال له لا يمكن أن أقبل شهادتك باعتبار أنك لا تحضر صلاة الجماعة من دون عذر. هذه القصة مشهورة جدا. فما كان من السلطان بايزيد وهو الساعقة إلا أن يخفض رأسه ويستدير ويخرج من المجلس ويعطي أمرا في الفور بأن يؤسس يبنى مسجد بجانب قصره وأن يحضر الجماعة في كل وقت. والمسجد هذا مسجد بايزيد مشهور اليوم في تركيا، وكل من دخل هذا المسجد يستذكر هذه الواقعة. جميل. إذن نعود من جديد لنرحب مرة أخرى بضيفنا عبر سكايب من مدينة تيريزا تركيا، الأستاذ الدكتور إلياس كارسلي، أستاذ اللغة العربية بجامعة رجب طيب أردوغان. مرحبا بكم دكتور إلياس، نعتذر لهذا الخلل. أنت تسمعنا جيدا؟ نعم جيدا. حياكم الله دكتور، تفضل. إذن حدثنا عن المعجمية والمعاجم في الدولة العثمانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أولا أعتذر منكم ومن السامعين لأنني ولدت في تركيا ولغة الأم لي اللغة التركية. تعلمت اللغة العربية من بعد. الآن أتكلم في موضوع المعاجم العربية في تركيا. الآن بداية، عندما أسلم الأتراك في العصور السابعة والثامنة أحسوا بحاجة إلى تعلم اللغة العربية لأنهم اعتنقوا الإسلام رغبة. في البداية تعلموا اللغة شفهية، ثم أحسوا بحاجة إلى تعلم اللغة العربية كتابة وتعليما وتعلما. بالنقطة الثانية، عندما اتسعت أراضي الدولة العثمانية أحسوا بحاجة إلى تدوين الكتب في شتى العلوم. أولاً كما تفضل الأستاذان من قبل في الصرف والنحو والحديث الشريف والتفسير وغيرها. ثم ظهر الحاجة إلى تعلم اللغة العربية من القواميس، ولذلك ألفوا ودونوا معجما في لغة العربية من العربية إلى التركية أولا، ثم من التركية إلى العربية. أول قاموس أو أول معجم ألف في الدولة العثمانية في عام 1500 تقريبا، أخترئ كبير. المعجم اسمه هو أخترئ كبير، معناه بالتركي النجم الأكبر. هذا الكتاب من العربية إلى التركية، وهذا الكتاب شهير حتى الآن. في الآونة الأخيرة أظن قبل 5 سنوات طبع بالحروف اللاتينية في تركيا، يعني قبل 5 سنوات طبع مرة أخرى بالحروف اللاتينية. لأنه كان سابقا في الحرف العربي، وهو أول معجم إذن النجم الكبير كما تفضلتم دكتور. نعم، أول معجم كبير
واسع يعني فيه كلمات كثيرة جدا باللغة العربية والتركية. والثاني في نفس العصور تقريبا السحاح للجوهري، هذا الكتاب هذا المعجم مشهور في العالم العربي بعالم الأتراك، حتى المثقفون الأتراك يعرفون هذا المعجم كثيرا، السحاح للجوهري. بهذا الكتاب بهذا القاموس بالمعجم ترجم إلى اللغة التركية في عام تقريبا 1500، ترجم بكله من العربية إلى اللغة التركية، واشتهر في الجمهور في العهد العثماني شهرة واسعة جدا. عندما أخذت العثمانية أخذت الدولة العثمانية المطبعة الحديثة، وبدأ الكتب تطبع في المطبعة، أول كتاب طبع في المطبعة العثمانية هذا الكتاب، أول كتاب طبع في المطبعة العثمانية، ترجمه محمد البنكولي، عاش في مدينة فان في تركيا، لذلك سمى كتابه لغة بنكولي. فهذا الكتاب طبع في مطبعة في المطبعة أولا، اتسعت طبعه بعد ذلك الحين. اسمه بنكولي لغته، هذا الآن هو مشهور ومطبوع قبل تقريبا 10 سنوات في تركيا بالحروف اللاتينية أيضا مثل أخبري كبير. نعم. وهذا مهم للمثقفين الأتراك. جميل. نعم دكتور. والقاموس والمعجم الكبير الثالث الذي له شهرة واسعة وكبيرة عند الأتراك، وهو ترجمة القاموس المحيط الذي ألفه فيروز آبادي. هذا الكتاب أيضا شهير ومشهور في العالم العربي والعالم الإسلامي. يعني ترجمت عفوا دكتور أبرز المعاجم المشهورة عند العرب ترجمت إلى التركية. أنا أشكركم جدا أستاذي الكريم على هذه المشاركة من مدينة ريزا تركيا عبر سكايب، الأستاذ دكتور إذن إلياس كارسلي أستاذ اللغة العربية بجامعة رجب طيب أردوغان، شكرا جزيلا لكم، تشرفنا بكم. شكرا. إذن من هنا دكتور حمدي نواصل حديثنا لنتحدث عن ما ختم به أستاذنا عن معجم الفيروزابادي المعجم الشهير القاموس المحيط. وقد تحدث الأستاذ قبل قليل كارسلي أنه ترجم إلى التركية أيضا، هذا جميل يعني. نعم. الفيروزابادي هو أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر إلى آخره، لأنه الشيرازي اللغوي الشافعي. الفيروزابادي بكسر الفاء عند النسب. صحيح. نعم. وبغير النسب يجوز الفتح ويجوز الكسر. هو كان يرفع نسبه إلى أبي بكر الصديق، ولذا كان يقول بخط الصديقي. جميل. نعم. ولد في ربيع الآخر وقيل في جماد الآخرة سنة 29 و700 وبكارزين من أعمال شيراز، وينسب إلى قرية فيروزاباد من قرى فارس، نشأ بها وحفظ القرآن الكريم وفي 7 من عمره وجود الخط، ثم نقل 2 من كتب اللغة، وتعلم على كثير من علماء عصره في بلاد مختلفة، لأنه طوف في كثير من البلدان إلى أن وصل به الأمر إلى اليمن وزبيد خصوصا. و السلطان في زبيد تزوج من بإحدى بناته وتوفي بزبيد. قصده طلاب العلم من جميع بلاد المسلمين. صفاته كان عالما واسع العلم والثقافة، حاد الذهن، شديد الذكاء، سريع البديهة، ذا فطنة عظيمة، حافظا لكثير من الشعر والحكايات والنوادر. وكان هذا هو سر مكانته عند الملوك والأمراء. ساعده على ذلك معرفته الجيدة باللغتين
العربية والفارسية. وقال طاش كوبري زاد عنه: كان رحمه الله لا يدخل بلدة إلا وأكرمه واليها. نعم. وكان سريع الحفظ، كان يقول: لا أنام، يعني في كل ليلة لا أنام إلا وأحفظ 200 سطر. وكان كثير العلم والاطلاع على المعارف العجيبة. وبالجملة كان آية في الحفظ والاطلاع والتصنيف. له كثير من المؤلفات. طبعا له القاموس المحيط هذا الذي نتكلم عنه، وله بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، له تيسير فاتحة الإيهاب في تفسير فاتحة الكتاب، له ترقيق الأسل في تصفيق العسل، له كثير من الكتب. القاموس المحيط دكتور يعني أقل من نصف دقيقة إن سمحت. القاموس المحيط يتبع نظام الصحاح للجوهري في أنه يجعل الحرف الأصلي الأخير بابا والحرف الأصلي الأول فصلا مع مراعاة الثاني والثالث إن كانت الكلمة رباعية. وجعل بابي الواو والياء بابا واحدا، مقدما الواو على الياء، واختصره كثيرا ليكون كالمتن الذي يحفظه طلاب العلم، وأتى فيه كثير بكثير من الرموز. ولذا قال الشاعر: إذا رمت في القاموس كشفا للفظة فآخرها للباب والبدء للفصل، ولا تعتبر في بدئها وأخيرها مزيدا، ولكن اعتذارك بالأصل. جميل. نعود مرة أخرى. لديه إضافة أستاذنا عبر أسكاب من مدينة ريزا التركية، الأستاذ الدكتور إلياس كارسلي، أستاذ اللغة العربية بجامعة رجب طيب أردوغان. نجدد الترحيب بك، ويعني باختصار لو تكرمتم دكتور لضيق الوقت، تفضل أستاذ. شكرا لك. المعجم الثالث الذي ترجم إلى اللغة التركية هو قاموس المحيط. قاموس المحيط في الحقيقة عندنا المطر مجلدا واحدا، لكن قبل 200 سنة ترجمه وشرحه الأستاذ أحمد عاصم أفندي. بالطبع في 3 مجلدات 4 مجلدات تقريبا 700 صفحات. هذا الموجم شهير في البلدان، في بلدان الأتراك شهرة كبيرة، في لا سيما في العلوم الأدبية والإسلامية والدينية. كل مدرس أو معلم لا غنى عنه بهذا الكتاب الذي ترجم إلى اللغة التركية، ونحن الآن نحتاج إليهم احتياجا كبيرا. كل مدرس عربي في الجامعات، في الجامعات الإلهيات وجامعة كلية الآداب موجود في رفوفه. وأيضا الكلمة الأخيرة، أرجو من إخواننا العرب أن يؤلفوا معجما عربيا واسعا. نحن الأتراك بحاجة ماسة إلى لغة، إلى قاموس عربي أوسع. أوسع خصوصا مصطلحات أوسع الحديثة التي نشأت. مثلا في مكتبتي تقريبا 300 معجم عربي. نعم. أحيانا يحتاج لكلمة لا أقفها، لا أجدها في هذه المعاجم. صحيح، هناك ألفاظ مولدة ربما لا تجدها في المعاجم القديمة فعلا. إذن شكرا لك، أشكرك شكرا جزيلا. نجدد ترحيبنا بأستاذنا الدكتور إلياس كارسلي من مدينة ريزا التركية، الأستاذ بجامعة رجب طيب أردوغان. شكرا جزيلا لكم أستاذنا. حياكم الله. إذن دكتور محمود، من هنا نعود إليك، ونعتذر لأننا تأخرنا عليك. دكتور محمود ضيفنا عبر أقمار الصناعية من مدينة إسطنبول، حدثنا عن كتاب الشقائق النعمانية وهو لطاش زادة وأهميته بالنسبة للغة العربية. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ المحترم، ولا مشكلة إن شاء الله. طبعا طاش كوبري زادة هو أحد أشهر العلماء الموسوعيين في التاريخ الإسلامي. طبعا العلماء الموسوعيين لدى المسلمين كثيرين، ولكن من أشهرهم أو أشهرهم في زمن الدولة العثمانية طاش كوبري زادة، الذي عاش في القرن 10 الهجري.
طبعا هو من مواليد مدينة بورصة، ونجد في تاريخ الدولة العثمانية خاصة من كبار علمائها الكثير ممن ينحدرون من هذه المدينة باعتبار أنها كانت عاصمة سياسية والثقافية للدولة العثمانية في منشائها. طبعا يسمى عند الأتراك بطاش كوبرولو، احنا بالعربية نسمي طاش كوبريزادة نسبة لا. إلى بلدة تسمى طاش كوبرولو مشهورة في مدينة بورصة ينسب إليها. طبعا تعلم في بورصة وانتقل إلى كثير من البلدان العربية، ومن أهم مشايخه أبو حجر العسقلاني العالم المشهور. جميل. بالنسبة لما يتعلق بكتابه الشقائق النعمانية في أعلام الدولة العثمانية، يمكن أن نعده أحد أهم المصادر للأدب العربي. لماذا؟ أول شيء طاش كوبريزادة كان يتقن اللغة العربية واللغة التركية، لكنه ألف معجمه هذا في أعلام الدولة العثمانية باللغة العربية. جميل. ترجم لحوالي 522 عالما، أغلب يعني أغلبهم من علماء الدين واللغة، ولا نجد الكثير من الذين هم من رجال السياسة، نجد العلماء فقط. هذا الكتاب مصنف أو قسمه إلى عشر طبقات حسب السلاطين، حسب العهود التي عاشوا فيها تقريبا من عهد السلطان المؤسس عثمان غازي إلى عصره أو عصر السلطان سليمان القانوني. كما قلت طاش كوبريزادة لما يترجم للعلم يركز على القضايا المعرفية، ويذكر إن كان مختصا مثلا في اللغة أو في الأدب أو في الفقه أو في غيره، ونجد فيه، وهذا الأمر الذي يهمنا أكثر، نجد فيه الكثير من النصوص الأدبية يعني العربية. دكتور محمود يعد هذا الكتاب ديوانا من بالضبط ديوان العرب. يعني بالمختصر كتاب الشقائق النعمانية هو أحد دواوين العرب، إضافة إلى كونه ديوانا مهما للدولة العثمانية وللعنصر التركي بصفة خاصة. من هنا دكتور حمدي بأقل من دقيقة أن تفضلتم حدثنا عن ابن كمال باشا عن كتابه أسرار النحو باختصار. ابن كمال باشا هو شمس الدين أحمد بن سليمان ابن كمال باشا زادة، مشهور بابن كمال باشا، هو عالم علامة محقق فهامة صاحب التفسير، ولد سنة 73 و800 من الهجرة، وتوفي سنة 49 و900 من الهجرة، وقضى معظم حياته بين العلم والقضاء، إما معلما أو قاضيا. نعم. وابن كمال باشا له مؤلفات كثيرة تصل يعني مما جمعته أكثر من 132 كتابا. ما شاء الله. نعم، يشبهونه بالسيوطي. هذا ما أحصيته له. نعم. هذا يعني ما نقلته من الذين أحصوا له. نعم. الذين حققوا كتبه. ابن كمال باشا يشبه السيوطي عندنا. سيوطي. نعم. كتاب أسرار النحو، له أسرار النحو وله كتاب التعريفات أيضا في المصطلحات. تعريفات. نعم. أسرار النحو يشبه المفصل للزمخشري، أنه تكلم عن أقسام الكلمة، الاسم والفعل والحرف، وقسمه ثلاث أقسام، قسم خاص بالاسم، وقسم خاص بالفعل، وقسم خاص بالحرف. ولما تكلم عن القسم المشترك، لأن القسم المشترك صرف وأصوات. نعم. فتكلم عن الأقسام الثلاثة، وهو كتاب رائع مختصر جيد مناسب للمتوسط في الأمور التعليمية. جيد. إذن في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع نشكر ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول دكتور محمود بن راس، عضو هيئة التدريس بجامعة جيرسون التركية، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم دكتور محمود. العفو، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. أما الآن مشاهدينا الكرام، قبل البيان القرآني نتوقف مع وقفة قصيرة وفقرة سيرة عالم ستكون هذا الأسبوع مع السكاكي الخوارزمي صاحب كتاب مفتاح العلوم. السكاكي صاحب مفتاح العلوم هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي، ولد في خوارزم سنة 555 هجرية، لقب بالسكاكي نسبة إلى مهنة السكاكة الحدادة التي كانت تحترفها أسرته. تحول من سكاك ماهر إلى عالم بارع بعد أن ذهب من عمره 30 عاما. أبرز شيوخه سديد الدين الخياطي وابن صاعد الحارثي ومحمد بن عبد الكريم التركستاني. كان السكاكي عالماً بالدراسات القرآنية والفقهية
وأصول علوم اللغة والبلاغة والعروض والاستدلال، فضلاً عن المنطق وعلم الكلام. وكان عارفاً باللغتين التركية والفارسية، وصفه ياقوت الحموي بقوله: فقيه متكلم متفنن في علوم شتى، وهو أحد أفاضل العصر الذي سارت بذكرهم الركبان. السكاكي معدود من أعيان رجال البلاغة في القرن السابع الهجري، ويلي الإمام الجرجاني في مجال البحث البلاغي الدقيق. غرة مؤلفاته مفتاح العلوم، الذي يمثل صياغة نهائية لعلم البلاغة، ويشمل ثلاثة أقسام رئيسة. القسم الأول تناول فيه علم الصرف وما يتصل به من الاشتقاق بأنواعه، والقسم الثاني تعرض فيه لعلم النحو وموضوعاته، والقسم الثالث خصصه لعلمي المعاني والبيان، وألحق بهما نظرات في الفصاحة والبلاغة ودراسة المحسنات البديعية بنوعيها. وقد اشتهر السكاكي بقراءته الخاصة للبلاغة العربية التي صنفت مباحثها إلى معان وبيان وبديع، فقد أعطى لأصول العلوم التي أفرد لها القسم الثالث من كتابه الصيغة النهائية التي عكف عليها العلماء من بعده يتدارسونها ويشرحونها. ومن كتبه الأخرى كتاب الجمل، وهو شرح لكتاب الجمل لعبد القاهر الجرجاني، والتبيان، والطلسم وهو باللغة الفارسية، ورسالة في علم المناظرة. توفي الإمام السكاكي بخوارزم أوزبكستان حالياً سنة 626 هجرية. أهلا بكم من جديد في لسان العربي من الرافدين. مشاهدينا، قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، وعنوان هذا الأسبوع: اللغات في القرآن الكريم، الجزء 19. إذن في البيان القرآني مشاهدينا الكرام نبدأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، في آل عمران. دكتور، ما معنى كفر عنا هنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السيوطي يقول، حكى ابن الجوزي في فنون الأفلام طبعا، أن معنى كفر عنا أمحو عنا بالنبطية. وقال ابن أبي حاتم بسنده إلى عمران الجوني قوله تعالى: كفر عنا، كفر عنهم سيئاتهم، قال بالعبرانية: محى عنهم سيئاتهم. الكلمة عربية لوجودها باشتقاقاتها المختلفة في العربية، وإن وجد في النبطية، النبطية أخت العربية أو لهجة من لهجات العربية أو العبرانية كذلك، فلكن كفر وكفر والكفر إلى آخره من المشتقات المختلفة عربية. صحيح. نعم. من ذلك أيضا مشاهدينا الكرام في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، في الحديد. كفلين ما لغتها دكتور؟ السيوطي ينقل عن، يقول: قال وكيع في تفسيره بسنده عن أبي موسى الأشعري في قوله تعالى: كفلين، قال ضعفين بالحبشية. ثم يقول أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع إلى آخره. وقال الواسطي: كفلين نصيبين باللغة النبطية. الزجاج يتكلم ويقول معناه: يؤتكم نصيبين من رحمته، وإنما اشتقاقه في اللغة من الكفل، وهو كساء يجعله الراكب تحته إذا ارتدف لئلا يسقط، فتأويله يؤتكم نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي. جميل. كلمة عربية. نعم. في الآية الأخيرة أيضا في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، في هود. معنى كنز بجملة مختصرة تفضل. الجواليق يقول: فارسي معرب واسمه بالعربية مفتح. الثعلبي قال بأنه من يعني توافق اللغات في لغتي العرب والفرس على لفظ واحد.
الكلمة عربية لوجودها بشقاقاتها المختلفة. يعني الكنز جمع المال وضمه بعض إلى بعض. صح. الذين يكنزون لولا أنزل عليه كنز فذوقوا ما كنتم تكنزون وكنوز ومقام كريم إلى آخره من في اللغة العربية. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة غيرسون التركية. بارك الله فيكم وحياكم الله. وإياكم ونلقاكم الأسبوع المقبل مشاهدينا إن شاء الله وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه.